السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي الطلاب في بث جديد لحصة جديدة من مقرر عرب 101 الذي طالما سعدنا ونحن بين أيديكم نشرح لكم هذا المقرر الجميل. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد الحق مألوه سوى الرحمن مجل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق الهدى والنور ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما صمدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبنائي الطلاب، نسعد دائما معكم، بل تفوق سعادتنا الوصفة إذا تكلمنا عن العمل المثمر الذي نعمله. وطالما كنا نعمله هو شرح مقرر عرب 101، فنحن جميعا نسعد بوجودنا بينكم. ولا تنسوا في بداية الحصة كما تعودنا من الالتزام بقواعد البث التي اتفقنا عليها منذ أول يوم والمشاركة الفعالة والإيجابية والانتباه والإنصات الجيد والجلوس في مكان هادئ واستماع الجيد بل والمشاركة الفعالة وطرح الأسئلة وإلى غير ذلك مما اتفقنا عليه من أول يوم. مع سلسلة مراجعتنا لما شرحناه من دروس القواعد لعرب 101، اليوم سأرجع للوراء قليلاً بشرح درس الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. هذا تكلمنا فيه وشرحناه سابقا، إلا أننا نسترجع معكم ما شرحناه ونحاول أن نضع نقاطا مضيئة على أهم الجزئيات الموجودة في هذا الدرس، وسيما إن شاء الله سنعطيكم بعض الزبد في هذا المقرر مما تستعينون به على حل التطبيقات الشاملة أو غيرها من التطبيقات. فنحن معكم وبكم دائما، فلنبدأ بعون الله وتوفيقه. الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. طبعا أهداف الدرس تتلخص في تعرف مفهومي الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول، أيضا التمييز بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول من حيث البنية والإعراب، والتدرب على تحويل الفعل من المعلوم إلى المجهول والعكس، أي من المجهول إلى المعلوم. سؤالي هنا، وضح الفرق بين الجملتين الآتيتين. كرمت، هذه أول جملة، كرمت المدرسة المتفوقين، والجملة الثانية كرم المتفوقون. ما بالكم في الفرق بين هاتين الجملتين؟ أم أنهما يمثلان جملتان واحدة؟ ها، أريد مشاركتكم وفاعليتكم، وليقم كل منكم بمراجعة إجابته معنا وتغذيته الراجعة دائما وأبدا. يعني إذا أنت أخطأت في إجابة السؤال فلتعلم الصحيح منا وتراجع نفسك لتعلم الصحيح من الخطأ، وإن أنت أصبت في إجابة السؤال فلتكافئ نفسك. نعم، بالإضافة إلى مكافأتنا إياكم دائما بكل خير والدعاء لكم بالتفوق والنجاح وسبل ذلك. أريد دائما في هذه الحصة مراجعة نفسك الذاتية، المراجعة دائما، التغذية الراجعة لك. أنا أقوم بعرض السؤال ثم تجيب ثم أصحح أو أعطيك الإجابة الصحيحة وأنت تراجع نفسك ذاتيا لترى ما الصحيح من الخطأ، بالإضافة إلى مراجعتنا لإجاباتكم بإذن الله وحوله وقوته عن طريق صندوق المحادثات وإجابات الأسئلة. نعم، هناك فرق بين الجملتين، لا يمكن أن تكون جملة واحدة. لماذا؟ عندما أقول كرمت المدرسة المتفوقين فهنا أرى، ماذا ترى؟ انظر معي، الجملة مكونة من أركانها الأساسية من الفعل والفاعل. قد تكلمنا في بداية القواعد أن الجملة الفعلية تتكون من مسند ومسند إليه، من فعل وفاعل، بالإضافة إلى المفعول به والذي يمثل ركنا تكميليا، إلا أنه ركن هام في أساس الجملة الفعلية أو تكملة لأساسيات أو لأساس الجملة الفعلية. الجملة تتكون من كرم هو الفعل، والمدرسة هي الفاعل، والمتفوقين هو المفعول به. إذن فعل وفاعل ومفعول، جملة صحيحة مكونة من أركانها الأساسية معلومة لدينا، علمنا من الفاعل وعلمنا من المفعول وعلمنا أين الفعل.
أما الجملة الثانية كرم المتفوقون، أسألكم هنا ما المحذوف في هذه الجملة؟ وليس هو موجود في الجملة السابقة وليس موجود في هذه الجملة؟ ها أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. كرمت المدرسة المتفوقين، كرم موجود وكرم المتفوقون، كرم موجود في صيغة كرم، والمتفوقين موجودة في صيغة المتفوقون. أما المدرسة لا وجود لها، لا وجود لها على الإطلاق، ليست موجودة في هذه الجملة. هنا الفارق الأساسي لنرى معا، حذف الفاعل ألا وهو المدرسة من الجملة تماما، فصار مجهولا، أي أننا لا نراه في الجملة، مجهولا بالنسبة لنا، ليس موجودا في الجملة. كرم المتفوقون، هذه هي البداية وهذا هو التمهيد، لننتقل من هذه التمهيد لتكون لنا انطلاقة إلى جملة أخرى. مثلا أعطيك مثال آخر يوضح المسألة بشكل أكبر. مثلا أحب أو عشق الرجل الوطن أو وطنه، عشق الرجل البحرين. ها مثلا عشق فعل، الرجل فاعل، البحرين أو وطنه مفعول به. نعم. والجملة الأخرى إذا حذفنا الفاعل ألا وهو الرجل نقول عشقت البحرين أو عشق الوطن، فحذف الفاعل هنا، فليعشق كل منا وطنه، وليحب كل منا البحرين، وليمضي جاهدا مجتهدا في سبيل رفعتها وعلو شأنها دائما بين الأمم. لننتقل إلى الملاحظة، كلمة المتفوقين التي كانت منصوبة في المثال الأول ألف هو كرم أو كرمت الدولة المتفوقين أو كرمت المدرسة المتفوقين، فوقعت المتفوقين هنا مفعول به. أما في المثال الآخر صارت مرفوعة، لنرجع مرة أخرى للمثال، كرمت المدرسة المتفوقين فعل فاعل، المتفوقين بالياء منصوبة علامة نصب الياء لأن جمع مذكر سالم ينصب بالياء وليس بالفتحة. نعم. وفي المثال الآخر كرم المتفوقون بالواو والنون، الواو هنا والنون علامة الرفع، مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ ليس هو مفعول به؟ أليس مفعولا به؟ نعم بل بلى، نقول ولا مفعولا به، أليس مفعولا به؟ بلى. طيب كيف يكون المفعول به مرفوعا بعد أن كان منصوبا؟ لأن هنا تغير موضعه فتغير حكمه الإعرابي وبالتالي تغيرت علامة الإعراب. هنا كان منصوبا، نصعب بالمؤشر عند المتفوقين، كان منصوبا لأنه مفعول به منصوب علامة تصبيل ياء، هذا موضعه وهذا حكمه الإعرابي وهذه علامة الإعراب. في المثال الآخر لو لاحظنا المتفوقين حذفنا الفاعل المدرسة ولم تعد موجودة، طيب ستظل الجملة بغير فاعل؟ هذا استحالة أن تظل الجملة بغير فاعل، لأن الفاعل ركن أساسي من أركان الجملة كما تعودنا، فعل وفاعل، مستند ومستند إليه. طيب ماذا نصنع هنا؟ نصنع بديل للفاعل، نصنع بديلا للفاعل أو نائبا له، نائبا له. فالمتفوقين هي مفعول به منصوب علامة تصبيل ياء، أما في هذا الموضع لم تعد مفعولا به بل صارت تحولت إلى نائب للفاعل الذي غادر الجملة، نائب للفاعل الذي غادر الجملة وتركها، فجاء نائبه ألا وهو المفعول به في ثوب جديد وفي حلة جديدة وسمي نائب فاعل، وسمي نائب فاعل. طيب هنا نائب الفاعل لا يكون منصوبا، كيف يكون نائبا للفاعل وهو منصوب؟ لابد أن يأخذ علامة إعراب الفاعل وهي الرفع، أو حكم إعراب الفاعل وهو الرفع. نعم. فلا أستطيع أن أقول كرم المتفوقين، هذا خطأ كبير، المفعول به لبس ثوبا جديدا وحلة جديدة وأصبح نائب فاعل، وطالما أصبح نائب فاعل لابد وأن يأخذ حكم إعراب الفاعل، والفاعل مرفوع، إذن نائب الفاعل هو أيضا مرفوع، لذلك رفعنا المتفوقون وصار حكمها الإعرابي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه حل محل الحكم الإعرابي للفاعل، فهنا كرم فعل مبني للمجهول لأن فاعله ليس موجودا في الجملة
والمتفوقون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. هذا باختصار. إذن من الملاحظة نلحظ ذلك من الملاحظة الآتية أن كلمة المتفوقين التي كانت منصوبة في المثال ألف لأنها وقعت مفعولا به صارت مرفوعة في المثال باء وصارت تنوب عن الفاعل فهي نائب فاعل. نعم. قبل أن أقرأ النص أود أن أظهر نائب الفاعل كما قلت دائما. أنا معلم غادرت حصتي مع طلابي لأمر ما، فأسندت إدارة الصف إلى طالب عندي في الصف وقلت له يا فلان قم وانهض وقف مكاني حتى أرجع. هل يصبح الطالب هو المعلم؟ لا، إنما هو نائب عن المعلم حتى يحضر المعلم، وهكذا الفاعل غادر الجملة فأتى نائبه. وقد قلت لكم مثالا جميلا لو تتذكرون عن مدينة اللغة العربية أو مدينة الإعراب، عندما ظل الفاعل أراد أن يخرج لملاقات أعداء الجملة الفعلية فأتى فقال سأغادر الجملة حتى أحارب أعداءنا خارج الجملة، فقالوا وكيف تتسق وتنتظم الجملة بدونك يا حاكمنا، فأنت فاعلنا وأنت الذي تحكم الجملة وأنت أساس في الجملة. فضحك الفاعل فقال سأنيب عني من يحكمكم أو من يكون بدلا مني حتى أرجع. وبالفعل خرج الفاعل من الجملة لملاقات أعداء الجملة الفعلية وجاء نائبه. من يختار يا ترى؟ هيختار الفعل أم يختار المفعول به؟ لا يجوز أن يختار الفعل، لأن الفعل ليس من جنس الفاعل، فالفاعل اسما، الفاعل اسم ظاهر أو ضمير مستتر أو ضمير متصل أيا كان، ليس من كون الفعل أو من صيغة الفعل، فالفعل يتحكم فيه الزمن، أما الفاعل لا، كيف يتحكم الزمن في الحاكم؟ في حاكم الجملة الفعلية في الفاعل. فغادر فقال لا يستقيم، كيف يستقيم الظل والعود أعوجه، كيف آتي بالفعل وهو ليس من صيغة الفاعل وليس من أصل الفاعل وليس اسما كالفاعل إنما هو فعل. فقال سأنيب عني المفعول به لأنه من جنسي، لأنه اسم مثلي، فأناب المفعول به. ثم سكت هنيهة الفاعل وقال لابد أن تحدث تغييرات في الجملة طالما أنني غادرت الجملة. فقال ماذا ستغير؟ فقالوا له، قالت حاشيته، ماذا ستغير أيها الفاعل أيها الحاكم؟ قال سأجعل المفعول به بدل أن يكون منصوبا سأجعله مرفوعا مثلي، لأنه سيكون مثلي فلا بد أن يكون قويا مثلي وأن يكون مرفوعا مثلي وأن يأخذ علامة إعرابي. قالوا نعم نعم الرأي. فأخذ المفعول به بدل أن يكون مفعول به منصوب حول إلى مرفوع. قالوا وكيف يكون مفعولا مرفوعا؟ قال لن يكون مفعولا بل هو نائب عن الفاعل، ارتقى وأصبح في وظيفة أعلى فأصبح المفعول به نائبا للفاعل، فصار ونائب الفاعل المرفوع مثله مثل الفاعل بالضبط. نعم، فتغير نائب الفاعل كما رأينا في هذه الجملة، فتحول المفعول به إلى نائب فاعل. طيب، وغادر الفاعل الجملة. قال وقبل أن أغادر سوف أحدث أيضا تغييرا في الفعل، فلا يظل الفعل كما هو، فكيف نقول كرمت؟ لابد أن تحول. إن كان ماضيا قال سأضم أوله وأكسره ما قبل آخره، وسوف أشرح ذلك. قال وإن كان مضارعا سيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وهكذا. يعني باختصار قام الفاعل قبل أن يغادر الجملة بتغييرات جذرية في المفعول به فصار نائب فاعل مرفوع، وصار الفعل تغيرت علاماته الإعرابي أو علاماته الضبطية الشكلية بالضم والكسر أو بالضم والفتح. ثم غادر الفاعل الجملة فصارت الجملة بغير فاعل، فصارت الجملة تتكون من فعل ويأتي بعدها نائب فاعل. تعالوا معي لنشرح هذا الكلام. قد أوضحت لكم بمثال: خلق الإنسان ذا عقل مفكر وقلب ودود يتعلق بموطنه فلا يرغب عنه إلى غيره. نعم، الإنسان دائما وأبدا يتعلق بالموطن بالوطن بالجذر بالأصل، فدائما وأبدا أبنائي تعلقوا بأوطانكم لا تغادروها أبدا، وإن غادرتموها فلتكن قلوبكم إليه مشرئبة وإليه تطمع وإليه تطمح وإليه تحن. فليس الوطن بالأرض فقط، إنما الوطن في القلب،
الوطن في القلب وفي النفس وفي العقل، فليكن عقلك دائما وقلبك دائما متعلقا بوطنك. وقد دعي البحريني إلى كشف هذه الحقيقة، فأدرك أن الثروة الطبيعية التي وهبها الله بلاده إذا استثمرت كانت كنزا يغتنى به، فكثفت الجهود لتحسين مجالات صيد السمك والملاحة والزراعة فضلا عن اللؤلؤ البحريني الذي اشتهر في العالم كله. ولقد رسمت الخطط وبدأ بمشاريع تنموية عديدة يؤهل فيها الإنسان الذي يعد محور ثروة البلاد. نعم، البحرين مليئة بالثروات، أولا ثروتها البشرية في أبنائها، مصدر عزتها في أولادها، في مواطنيها، في من يدافع عنها ويحبوها ويعمل مجتهدين ليل نهار في رفعة شأنها. هذا أولا ثروتها البشرية. ثانيا الثروات الطبيعية التي منحها الله البحرين من طبيعة خلابة جميلة، ومن ثروة سمكية كثيفة وغزيرة، ومن الملاحة في خليجها الجميل الواسع الرحب، والزراعة وجودة تربتها الزراعية، فضلا عن أكثر شيء اشتهر به البحرين في العالم كله لؤلؤها الذي يشبه الماء العذب الرقراق، والذي أشبهه أنا بحور عين، فهو لؤلؤ جميل نقي ملئت به أراضي البحرين خيرا وجمالا. فهنا نقول أنه رسمت الخطط وبدأ بمشاريع في كل أنحاء البحرين كافة لتنمية البحرين ورفعة شأنها. نعم، ننتقل إلى الفعل المبني المعلوم. هنا أصبح الأمر سهلا، أعد قراءة النص ثم لاحظ الجمل الفعلية التي يتعلق البحريني بموطنه. نحن عندما قرأ النص علمنا أن الكلام عن البحريني. يتعلق البحريني بموطنه، يرغب عنه وهبها الله بلاده. انظر هنا، يتعلق الفعل، لاحظ معي أن الإسناد في الجملة الفعلية يقوم على ركنين أساسيين، هما الفعل المسند والفاعل المسند إليه. طيب لو رجعنا إلى الجمل السابقة، يتعلق هو، يتعلق الفعل والفاعل موجود لكنه ضمير مستتر، ليس غائبا عن الجملة، هو موجود في الجملة لكنه مستترا أي مختفيا، وهذا حتى لا يلتبس الأمر عليك في عدم وجود الفاعل. يرغب عنه، يرغب فعل والفاعل ضمير مستتر، هو تقديره هو هنا مستتر. أما في هذه الجملة وهبها الله، وهب الفعل والله هو الفاعل، اسم ظاهر. إذن الفاعل موجود سواء كان اسما ظاهرا أو كان صريحا أو كان مستترا مختفيا على هيئة ضمير. إذن الفعل يسند إلى فاعله. إذا كان الفاعل موجودا، إذا كان الفاعل موجودا فيكون مبنيا للمعلوم، إذا كان الفاعل موجودا فيكون الفعل مبنيا للمعلوم. يعني إذا أسند الفعل إلى الفاعل فالفعل يكون مبنيا للمعلوم، لأن فاعله معلوم في الجملة وموجود. مثلا لو أخذنا الجملة السابقة يتعلق بموطنه، لو وجدنا أن ركنيها الأساسيين معلومان، وكذلك جملة وهبها الله بلاده أيضا كما قلت، الله هنا والفاعل، أما يتعلق هنا الفاعل ضمير مستتر. هذه الترسيمة، يتعلق بموطنه، المستد يتعلق والمستد إليه ضمير مستتر تقديره هو عائد إلى الإنسان البحريني، ركن أساسي وركن أساسي. بموطني هنا عنصر متمم للفعل والفاعل يتعلق به، عنصر متمم للفعل لا حاجة لنا فيه. أما وهبها الله بلاد، المسند وهب والمسند إليه لفظ الجلالة اسم صريح، والفاعل ركنان أساسيان، هذا بالنسبة للفعل المبني المعلوم. أما بالنسبة للفعل المبني المجهول، يعني الفعل المبني المعلوم سهل وكلكم تعلمون، طالما الفاعل موجود أصبح الفعل المبني المعلوم. أما ما يهمنا هنا على الأخص الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني المجهول. عود إلى النص السابق ولاحظ الجمل الفعلية الآتية: دعي البحريني، استثمرت، كثفت الجهود، رسمت الخطط، بدأ بمشاريع، يؤهل الإنسان، يعد ثروة البلاد. لو لاحظت إلى كل هذه الجمل، ما الملاحظ عندما تلحظ بعينك الآن دون أن ندخل في القاعدة؟ ما الملاحظ الآن؟ لاحظ أن الفعل دعية مضموم أوله مكسور قبل آخر، استثمرت كذلك، كثفت كذلك، رسمت كذلك، بدأ، يؤهل مضموم ومفتوح قبل آخر، يعد مضموم ومفتوح، بس نلاحظ أن جميع الحروف الأولى في الأفعال ضمت، كانت مضموم دعية، استثمر، كثفت، هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية هنا ماذا؟ أين الفاعل؟ لا ألحظه في الجملة ولا أراه. ألاحظ هنا أنه لا وجود للفاعل، لا وجود للفاعل. إذن تعالوا معي نرى هذه المسألة.
الفعل المبني للمجهول يسند إلى ما يسمى نائب الفاعل الذي قلت لكم سابقا أنه هو المفعول به وحل محل الفاعل. ونائب الفاعل دائما مرفوع لأنه قلت لكم أنه أخذ حكم الفاعل وحل محل الفاعل. طيب لو أخذنا إحدى الجمل مثلا خلق الإنسان، لو وجدنا أن الذي خلق الإنسان من؟ الله سبحانه وتعالى، وأن فعل الخلق لم يكن به الإنسان، وأن أصل الجملة في الأساس هي خلق الله الإنسان، خلق الفعل الله لفظ الجلالة الفاعل الإنسان مفعول به. طيب عندما نلاحظ في هذه الجملة خلق الإنسان أن كلمة الإنسان هنا أصبحت نائبا للفاعل، نائبا للفاعل، نرى هذا الكلام أين الفاعل؟ غير، فالمسند هنا خلق، خلق الإنسان، فأصبح المسند هنا خلق ركن أساسي، والإنسان هنا هو المسند إليه نائب فاعل ركن أساسي. يعني هنا نائب الفاعل أصبح ركنا أساسيا بدلا من الفاعل. نعم طيب. نلحظ فعل خلق مبني للمجهول لأن فاعله غير موجود في الجملة، والإنسان هنا المسند إليه هنا النائب الفاعل لأنه حل محل الفاعل. إذن الفاعل الماضي المبني للمجهول، قبل أن ندخل في رسم الفعل، إذن لاحظتم معي أبناء الطلاب وأحبائي وفلذات أكبادنا وأنتم نور عيوننا، نسأل الله عز وجل أن يحفظكم، لاحظتم معي أن الجملة تغيرت، حذف الفاعل وحل محله المفعول به وأصبح اسمه نائبا للفاعل، وأصبح يحل محل الفاعل كركن أساسي في الجملة، وأصبح المسند هو الفعل المبني للمجهول، والمسند إليه هو نائب الفاعل. إذن إذا كان الفعل مبني للمعلوم فالفعل ركن أساسي المبني للمعلوم، والفاعل هو ركن أساسي الفاعل الظاهر أو المستتر. أما إذا كان الفعل مبني للمجهول فالفعل المبني للمجهول هو المسند الركن الأساسي، ونائب الفاعل هو المسند وهو المسند إليه وهو ركن أساسي. الفعل كما قلت لكم حدث فيه تغييرات في الجملة، كما قلت لكم ما التغييرات التي حدثت للفعل؟ تعالوا لنرى ذلك. الفعل الماضي المبني للمجهول، إذا أتيت بفعل ماض وبنيته للمجهول لابد أن تغير فيه الآتي: أن تضم أوله، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. مثال: رسم يصبح رو سيما، الراء عليها ضمة والسيما قبل الآخر تحتها كسرة. كثف أو كثف كثف، استثمر استثمرا، نعم أحسنتم، كتب ها كتبا، ضرب ضربا، لعب لعبا، شرب شربا، وهكذا. ضم واكسر، ضم واكسر، ضم واكسر على مباشرة. فإذا كان الفعل الماضي وأردت أن تبنيه للمجهول ضم أوله واكسر ما قبل آخر. طيب الفعل الماضي الثلاثي المعتل الوسط بالألف، إذا كان في وسطي حرف علة مثل قال صام باع، ماذا نسمع فيه؟ قال تقلب الألف هذه حرف العلة اللي في الوسط إلى ياء، ثم يكسر أوله مجانسة للياء لأن الياء تناسبها الكسرة وليس الضمة، فأنا أتيت حولت الألف إلى ياء، فلكي تناسب الياء لا نستطيع أن نضع ضمة، إنما ما أكثر حركة مناسبة للياء الكسرة فتوضع الكسرة، ثم تسكن الياء مثل قال يتحول إلى المبني المجهول نقول قيل، زاد ها زيد أحسنتم، ساق سيق، نعم باع بيع، صام صيم، وهكذا. حول إذا كان الفعل ماضي ثلاثي معتل الوسط بالألف، اقلب الألف إلى ياء واكسر أولها واكسر ما قبل الياء، قيل زيد سيق بيع صيم، وهكذا. هذا في الفعل الماضي. طيب وفي الفعل المضارع، الفعل المضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يختلف المضارع عن الماضي في الفتح والكسر، الضم كلاهما يضم أوله لا توجد مشكلة، أما في الماضي يكسر ما قبل آخره، أما في المضارع يفتح ما قبل آخره، يعني ضم ويفتح، ضم ويفتح، في الماضي ضم ويكسر، أما في المضارع ضم ويفتح، هكذا احفظها كذلك.
في الماضي ضم اكسر، في المضارع ضم افتح. لا تذهب الى صديقك وتفتح راسه، لا نقول ذلك، نقول في المضارع مش ضم وافتح، تفهمها؟ اذا هذه العلامه، يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. مثلا يؤهل تصبح، يؤهل هذا مبني المعلوم، اريد ان احوله لمبني المجهول واقول يؤهل، 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 يعد، يعد بالفتح، ضم وافتح، اي ضم اوله وافتح ما قبل اخره. يسأل، يسأل، يخرج، يخرج، يكتب، يكتب، يشرب، يشرب، يلعب، يلعب، وهكذا. ضم اوله وافتح ما قبل اخره. هذا في حالة المضارع فقط يا شباب، هذا في حالة المضارع فقط، ضم اوله وافتح ما قبل اخره. اما في الماضي ضم اوله واكسر ما قبل اخره. طيب السؤال هنا، اذا اتى لي يا استاذي الفعل المضارع المجهول او المبني المجهول، هنا اذا كان معتل الاخر، يعني يبنى الفعل المضارع للمجهول اذا كان معتل الاخر. يعني ما معنى معتل الاخر؟ يعني في اخره حرف من حروف العله واي او اوي، الواو والالف والياء مجموعه في كلمه واي او مجموعه في كلمه اوي، الالف والواو والياء هذه تضم حروف العله، احفظها بكلمه اوي او كلمه واي. طيب اذا كان الفعل المضارع المبني المجهول معتل الاخر بالياء او بالالف او بالواو ايا كان حرف العله، ماذا اصنع؟ او ما قبل الاخر، ماذا اصنع؟ يعني معتل الاخر، قم بضم اوله واقلب حرف العلة إما إلى واو أو إما إلى ياء على حسب الفعل. نرى مثلا، وقلب حرف العلة الواو أو الياء، الحرف العلة اللي هو إذا كان معتل الآخر بالواو أو معتل الآخر بالياء، اقلب هذا الحرف حرف العلة إلى ألف. مثال مثلا هنا في هذا الفعل المعتل، يسمي العالم أو العالم الأشياء بأسمائها، أو يسمي العالم الأشياء بأسمائها ايا كان، تمشي اثنين. يسمي هذا معتل الاخر بماذا؟ بالياء. هنا هذه الياء في المضارع تقلب الى الف، فعندما ابنيها للمجهول او تسمى، لاحظ معي الياء هنا قلبت الى الف مكسوره، هنا تسمى الاشياء باسمائها. مثلا اعطيك مثال اخر، يسعى الانسان مثلا الى الخير، نقول يسعى الى الخير، يسعى، تمام. طب اذا كان معتل بالياء بالواو، يدعو المؤمن ربه او يدعو المؤمن الله، نحولها للمجهول نقول يدعى، الواو تحول الى الف، يدعى الله، وهكذا. يقفو الرجل اثر البعير، نقول يقفى، الواو تحول الى الف، اثر البعير. يقضي القاضي المساله، تقضى المساله. مثلا هذا في حرف العله، يسمو الرجل بوطنه، يسمى بوطنه، وهكذا. طيب يدافع، هذا إذا كان آخره صحيحا، يدافع الجندي أو يرفع الجندي علم الوطن، إذا كان صحيح الآخر، يرفع علم الوطن، وهكذا. يقول المؤمن الحق، يقال الحق، هذا إذا كان معتل الوسط بالواو أو بالألف، فنقلب الواو إلى ألف. يبيع، يقول مثلا، لو هذا في حالة إذا كان معتل الوسط، يسعى ويسمى إذا كان معتل الآخر، لكن مثلا يبيع معتل الوسط بالياء، يبيع التاجر سلعة غالية، ففي حالة هذه الحالة ماذا أصنع؟ تباع سلعة غالية، ماذا صنعت؟ حركت أو حولت الياء إلى ألف. أيضا يقول المؤمن الحق، معتل الوسط بالواو، يقال الحق، حولت الواو إلى ألف. أما هذا إذا كان معتل الوسط، أما إذا كان معتل الآخر بالياء، مثلا يسمي العالم الأشياء بأسمائها، تسمى تقلب إلى ألف.
هذه الياء تقلب إلى ألف، تسمى الأشياء بأسمية، وهكذا في حالة المعتل الوسط أو المعتل الآخر إذا كان مضارعا. إذن نأخذ نشاطا يوضح المسألة. حول كل فعل في الجملة الآتية من المجهول إلى المعلوم، ثم أعد كتابة الجملة مضبوطة ضبطا صحيحا. أعطيك دقيقة لحل هذا في أقل من دقيقة. إذن أبنائي الطلاب، تعال لكل من جاوب يراجع نفسه ذاتيا الآن معي. سأعطيك الإجابة الصحيحة وأنت ترى هل جاوبت صحيح، هل أجبت إجابة صحيحة أم لا. ها، المجهول كان يستخرج المرجان من البحر، هذا فعل مبني المجهول، أحوله إلى معلوم. نأتي بفاعل، ماذا نصنع هنا؟ ليس هنا، لا يوجد هنا فاعل، فتأتي بفاعل مناسب للجملة من عندك، بس يكون هذا الفاعل مناسب للجملة، فأقول يستخرج. نعم، ماذا صنع؟ هذه الضمة حولتها إلى فتحة، أرجعت الفعل إلى أصله، وكان مضموم أولي ومفتوح ما قبل أخير لأنه مضارع مبني المجهول، فهنا لا، فتحت وكسرت. يستخرج، من الذي يستخرج المرجان من البحر؟ الصياد، أتيت بفاعل مناسب وكملت الجملة، المرجان هنا نائب فاعل صارت مفعول به، فيستخرج الصياد المرجان من البحر. شرب الماء من الكوب، شرب الماء فعل ونائب مبني المجهول ونائب فاعل، فعل ماضي، شرب مضموم أول ومكسور ما قبل آخر، يتحول إلى شرب، نفتح ونكسر. من الذي شرب الماء من الكوب؟ هات فاعل مناسب. أنا قلت مثلا الطفل، قد تقول لي فعل مناسب، فاعل مناسب آخر، لا توجد هنا مشكلة. شرب الطفل، قد تقول شرب الرجل، شرب الولد، أيا كان، المهم أن يكون الفاعل مناسب. شرب الطفل الماء، بدلا من الماء نائب فاعل مرفوع تتحول إلى مفعول به منصوب من الكوب. يقال الحق، فعل مبني المجهول معتل الوسط، والحق نائب فاعل مرفوع. يقال معتل الوسط، هذه الألف ترد إلى أصلها وهي الواو، فنقول يقول بدلا من يقال، والحق نائب فاعل يصبح مفعول به، وأضع فاعل مناسب فأقول يقول المؤمن الحق. من حل على هذه الشاكلة فليعطي لنفسه 10 من 10. ممتاز، ننتقل. طبعا إذا حللت 2 والثالثة خطأ أعطي نفسك كن أمينا 7 من 10، وإن حللت 1 4 من 10، وهكذا. طيب، المهم أن تتعلم من الخطأ، هذا ما يهمني، حتى لو أخطأت تتعلم من خطأي. هذا النشاط السريع، حول كل فعل في الجمل الآتية من المعلوم إلى المجهول، ثم أعد كتابة الجملة. ها، أعطيك يعني 30 ثانية. بعث الله محمدا رسولا، مبني المعلوم، قسمت النص مقاطع 3، قال المعلم شعرا. أجب وصحح إجابتك معي. بعث الله محمدا رسولا، بعث الله محمدا رسولا، بعث محمد رسولا، ماذا صنع؟ طبعا أتيت بالفعل وبنيته المجهول، ضم ماضي، إذن ضم واكسر، بعث، 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 ضم واكسر، ومحمد نائب فاعل بدلا من يعني يقوم مفعول به أصبح نائب فاعل مرفوع، يبقى بعث محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ورسولا كما هي. قسمت النص مقاطع 3، ها أين الفاعل؟ النص، لا هذا المفعول به. نعم، اصحى معي، استيقظ، أين الفاعل؟ التاء. نعم، قسمت، أنا الذي قسمت، فالتاء هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إذن تحذف، نحذف الفاعل. وقسم ماضي يضم ويكسر، قسم. ها، والنص مفعول به، النص، نعم نائب فاعل مرفوع، وأكمل بقية الجملة مقاطع 3 كمان. قال المعلم شعرا، قال المعلم شعرا، فقال الفعل، والمعلم فاعل، وشعر مفعول به، أحذف المعلم هو الفاعل، وقال هذا معتل الوسط، ماضي معتل الوسط، قيل، نعم الألف تحول إلى ياء، قيل
وشعرا شعر نائب فاعل مرفوع. هنا نقول قد انتهينا في من درسنا بناء الفعل المبني المجهول والمعلوم، وقد شرحناه مرة أخرى. أتمنى وأرجو من الله أن نكون قد وفقنا في شرح هذا الدرس، وأن تكونوا وفقتم في استيعابه جيدا. أرجو من الله، وهذه آخر حصة معكم، يعني أقولها وأنا أحزن على أنني سأفتقدكم، فما زلت أستمتع بما بين أيديكم، وكنت دائما وأبدا يعني أهفو وأرنو إلى الحصة تلو الحصة. وأرجو من الله عز وجل أن يجعل هذا العمل من بدئه إلى أخيه في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل القائمين والزملاء فيه أيضا، وأن يجعله عز وجل في ميزان حسناتنا جميعا. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في إتمام حصص مقرر عرب 101 وإتمام الشرح والمراجعة، وأن لا نكون قد قصرنا في شيء معكم. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق دائما وأبدا في كل ما ترنو إليه عقولكم وما تريدون وتطمحون في حياتكم. أسأل الله عز وجل التوفيق لكم والنجاح في حياتكم العلمية والعملية. ونقول لكم أبنائي الطلاب نصيحة: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. إذا سألتك هل تختار المال أم تختار العلم أم تختار المال أو العلم أو تختار الجاه أو السلطان أو حسن الخلق، أيا تختار، قبل أن ترد علي اعلم أن اختيارك سيكون لك دائما وأبدا هو محور حياتك. إن اخترت المال بدون العلم والأخلاق فستنفقه وتهلكه في غير مرضات الله وفيما يضرك، وإن اخترت العلم وحده بدون خلق وبدون مال سوف تستغل العلم للحصول على المال، وسوف تدمر به كما صنع من اخترع الديناميت ومن اخترع الآلات الحربية التي استخدمت في دمار البشرية. أما إذا اخترت الخلق فهذا رأس الأمر، فالخلق مقدم على العلم وعلى المال، لأن صاحب الخلق سوف يعلم كيف ينفق المال فيما يرضي الله عز وجل، فيما يصلح للعالم أجمع. ومن اخترت الخلق إن صاحب الخلق يعلم كيف يستثمر العلم في نفع البشرية وفي خدمة المجتمعات وفي النهوض بالمجتمعات وبالأوطان، وكيف سيصنع العلم جيلا وأجيالا كثيرة دائما وتكون في ميزان حسنات. إذن اختر الخلق ثم العلم ثم المال، فالخلق رأس الأمر، وإن رزقك الله المال والعلم فاجعله تحت الخلق وتحت رعايته وتحت كنفه ورأس الأمر. هذه نصيحتي لكم أبناء الطلاب، أحبوا أوطانكم، كونوا على قدر المسؤولية، حب الوطن عقيدة، وحب الوطن من الدين، وحب الوطن دائما وأبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لمكة عندما غادرها، والله إنك لا أحب البقاع إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأنتم في أوطانكم تسعدون، ألا وأن البحرين علامة وشعار كبير ودولة عظيمة ومملكة كبيرة، فأنتم أحبوا بحرينكم، أحبوا أوطانكم، كونوا على قدر المسؤولية، دافعوا عنها باستماتة، ولا تدعوا الأعداء دائما ينهشون فيها، بل كونوا أول حصن للدفاع عنها. سأترك المجال لزميلي يقول لكم كلمة صغيرة قبل أن أنتهي، ولا أقول لكم إلا كما قال الله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبقوة أبناء الطلاب تأخذون الكتاب. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتي. طبعا في هذا الوداع سأنشد لكم الأبيات القليلة هذه، ونقول لكم في أمان الله: سلام عليكم بأحلى الكلام، فردوا جميعا علينا السلام. سلام عليكم بأحلى الكلام، فردوا جميعا علينا السلام. فقد مر فصل وجاء الختام، وداعا نقول لكم يا كرام. فقد مر فصل وجاء الختام، وداعا نقول وداعا نقول وداعا نقول وداعا نقول لكم يا كرام. وفي أمان الله إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيكم وفيكم، السلام عليكم ورحمة الله عز وجل.
أن يوفقكم جميعا، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.